نشرة الأنباء الصوتية اليوم الاثنين 12 كانون الأول 2016 مع غنوة غازي زيتوني إشراف مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي. المستجدات الأخيرة توحي بقرب حلحلة العقد على خط التشكيلة الحكومية وتنازل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن حقيبة الأشغال العامة لصالح تيار المردة قد يكون الفيصل في الملف. تبقى حلحلة مرتقبة من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ينتظر الجميع ترجمتها عبر دعوة رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية لزيارته في قصر بعبدة، في حين ثمنت أوساط رفيعة الدور الإيجابي الكبير الذي لعبه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في إطار تسهيل عملية التشكيل. جنبلاط الساهر على حلحلة الشأن الداخلي عينه على الخارج أيضاً، حيث بلغ الإرهاب مداه من مصر إلى تركيا فحلب المذبوحة. فقد أبرق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستنكراً التفجير الإرهابي الذي وقع في اسطنبول ومعزياً بالضحايا الذين سقطوا. كما أبرق جنبلاط إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستنكراً ومعزياً بالضحايا الذين سقطوا نتيجة التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة الأقباط في القاهرة. من جهة ثانية كتب جنبلاط عبر حسابه على تويتر: صدق أو لا تصدق، كلما أتى عرض بوقف إطلاق النار في حلب من قبل الحشد الشعبي الدولي والخليط المحلي كلما زاد القصف والتدمير والتهجير. وأضاف جنبلاط: وسط هذه القدرة المحلية والدولية من محور الممانعة طبعا لاستئصال معظم أهل سوريا من مدنهم وأرضهم وتحويلهم من المجتمع المدني أو الحضري إلى الهجرة والتشريد والبداوة الجديدة، تبرز علامات استفهام غريبة متسائلا: كيف استطاع تنظيم الدولة الإسلامية اختراق مراقبة وأعين الممانعة والعودة إلى تدمر؟ كيف استطاعوا قطع تلك المسافات الشاسعة دون رقيب أو حسيب؟ أين نسور الجو السوري والروسي والإيراني والغير؟ وقال جنبلاط: في عصر الممانعة الجديد مدن جديدة وإنسان ممانع جديد وثقافة ممانعة جديدة، مضيفا: علّه أحد كبار كتبة الممانعة الذي نقل رسالة تهديد وترحيب مفخخة منذ أيام ليشفي غليلنا بجواب في حجم الممانعة. وختم جنبلاط بالقول: نحن نراكم لأنكم واقفون في النور المظلم، أما أنتم فلا تروننا لأننا جالسون في الظلمة المنيرة. أكد رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية بعد زيارته رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التيني أن الرئيس بري تنازل للمردة عن حقيبة الأشغال ويبقى التفاهم على الحقائب الأخرى. فرنجية كان زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وأكد بعد لقائه أن البطريرك الراعي هو راعي الجميع وبي الكل وراعي الكرامات، مبديا استعداده لأي لقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بالطريقة التي يراها غبطة البطريرك الراعي مناسبة. وقال: أولا في موضوع الحكومة، هذا كان نحن شرط أساسي يمكن قد يلبى، ونحن نعتبر أنه هيدا نحن منا عم نكسر حدا فيه، لأنه في ناس تعتبر أنه سليمان فرنجية انتصر وكسر الرئيس، ورا الرئيس انتصر وانكسر، مش هذا الموضوع، هذا موضوع حقوق وموضوع مواقف مبدئية. نحن هيدا الموضوع بننطر هيدا ملف بنحطه على جنب، بيبقى فيه العلاقة مع فخامة الرئيس سيدنا البترك بيحدد هذا الموضوع. وأضاف فرنجية: أننا نعتبر أن العماد عون هو الرئيس ومستعدون أن نكون معه، أما إذا أراد محاربتنا فلن نسكت. وقال: إذا أراد أحد أن يوجه لي دعوة فليتصل بي ويدعوني إلى لقائه. لفت عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرة إلى أن حزب القوات تقدم باقتراح قانون وقعه بالتضامن والتكامل مع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي قائم على أساس المختلط، أي بالتصويت النسبي على أساس المحافظة والأكثري على أساس القضاء. وأضاف زهرة: إن اقتراح القانون المقدم من القوات قريب جدا من اقتراح القانون المقترح من حركة أمل، وأكد في حديث إذاعي إن القانون الأنسب في الوقت الحالي هو المختلط لأنه يؤمن صحة التمثيل إلى أبعد مدى ولا يستبعد أحدا من القوى السياسية والطائفية، آملا أن يقر هذا القانون في أقرب وقت ممكن قبل السنة المقبلة لأن المناقشات استنفذت. لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 03-0701-24.
برعاية تيمور جنبلاط أقامت منظمة الشباب التقدمي مكتب الشوف خلية الخريبي نشاطا حزبيا اجتماعيا ثقافيا بعنوان مسيرة حتى الشهادة. حضره أصلان جنبلاط وكيل داخلية الشوف في الحزب رضوان نصر، أمين عام منظمة الشباب التقدمي سلام عبد الصمد، ورئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني المهندس يحيى أبو كروم. وقد ألقى نصر كلمة صاحب الرعاية فحيى المنظمة وفرع الحزب في الخريبي على هذا النشاط وقال: خيارنا الوحيد هو الدولة، وسنقدم كل ما نملك من أجل الدولة وبناء الدولة ومستقبل الدولة. ثم افتتح أصلان جنبلاط معرض صور ولوحات للمعلم كمال جنبلاط، إضافة إلى معرض للكتاب، ثم عرض فيلم الشاهد والشهادة. شدد وزير الزراعة أكرم الشهيب على أن وحدة الجبل رسالة يجب تعميمها على كافة أرجاء الوطن، وتمنى تشكيل الحكومة بأقرب وقت لأن هناك العديد من الملفات التي تهم المواطنين ويجب معالجتها. كلام الشهيب جاء خلال حضوره ريسيتالا ميلاديا في قاعة كنيسة مار ميخائيل رمحال قضاء علي، اعتبر خلاله أنه في بلدته وبين أهله، مؤكدا أن المحبة والسلام ركنان أساسيان في العيد. رعى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فعور حفل إضاءة شجرة الميلاد في بلدة بيت لهية في قضاء رشية بدعوة من رئيسة البلدية جيزال خوري وأعضاء المجلس البلدي. وزير الصحة أعرب عن أمله بأن يكون هذا العيد تجربة لنا جميعا من الصفاء الذاتي مع النفس ومع الآخر، لأنه بحسب فهم وتعاليم السيد المسيح الآخر هو أنا وأنا هو الآخر وأنا والآخر واحد. وبعد توزيع الهدايا على الأطفال وحفل الكوكتيل بالمناسبة، توجه الوزير أبو فعور إلى ساحة البلدة لإضاءة شجرة الميلاد إلى جانب كنيسة البلدة وساحتها العامة. طقس الأيام المقبلة كما ذكرنا في نشراتنا السابقة يحمل الأمطار والثلوج، فمساء الاثنين يقع لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي القادم من أوروبا الشرقية، وتهطل الأمطار متفرقة تزداد غزارة الثلاثاء، وتتساقط الثلوج على المرتفعات العالية ليتدنى مستوى تساقط الثلوج إلى 1000 متر وما فوق بدءا من يوم الأربعاء. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقع جريدة الأنباء الإلكترونية anbaonline.com أو تويتر @anbaonline أو فيسبوك anbaonline.